المدام. رجعنا لكم، اهلا وسهلا بكم. يلتحق بينا طبعا نايت، وحشتوا برشا برشا بقص الرياضه. صباح النور جلانزوس. صباح النور وجهك، شنو حوالك؟ شنو الامور؟ صح الكوب، يعطيك صحة عايش. لا ظهرت اصغر من الاولاد راهو بالكوب هذا. اصغر منهم، اصغر من سنين. صار بالحق الريزلتات من هاك تخلص كيما لي زادولت. شفت كيفاه؟ انا من موضوع تخلص نهار اربعة موضوع تخلص ما عشتش بدو حكيت موضوع الحمد لله. الحمد لله. يخرج سيزونيس. عنا أخبار رياضية جميلة ورائعة كالعادة. بالطبيعة. طبعا. صانعة البهجة والفرحة ووزيرة السعادة. طبعا. هذيك غير حتى شاي صفق عليها. يلا يا سيدي نمشي ونكوروا مع بجلانزا في أخبار الرياضة. كور مع بجلانزا. هو راهو وجوج كان نعملوا روبريك سميوها اونج جابر افري داي ولا ما نعرف بالحق ولا نعملوا روبريك الاونج جابر. اي والله انا اقترح على الاداره واسمعوا وتجيب سبونسر ابليكاسيون اونج جابر كل شيء بونجور اونج جابر. نعطيو حتى سويعتين بالحق نحكيو على الاونج جابر على لونها المفضل. نعم. على ما نعرفش الحاجات اللي تحبهم في تقول الدنيا الاسم نتاعها ديجا تحس بالسعاده والبهجه. ربي يوفقها. 55 كما قال القنواتي يحكي على دروب شوت وبعد نوريكم الفيديو مع سيرينا ويليامز. اونج جابر تلعب في ربع نهائي دوره ايست بورن اليوم مسابقه الزوجي رفقه الاسطوره سيرينا ويليامز اكثر لاعبه متوجه في تاريخ التنس. يواجهوا اليابانيه والتايوانيه ايوما وتشان هذا اليوم بعد فوز اونس وسيرينا البارح على تشيكي والاسبانيه بوسكوفا وسارة سوري بس اثنين مجموعات مقابل 1.26 6 3 و13 11 في المجموعه الفاصله. اونج جابر اللي باش تكون الثانيه نهار الاثنين الجاي في التصنيف بالفي تي ار القادم. اونج جابر رسميا الف 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 مبروك يا رب. ثانيه عالميا بعد خساره ماريا ساكاري وباولا بادوزا البارح في الدور الاول من دوره اسبون. خاطر كنا نحكيو صبيح قلنا ان شاء الله يخسروا اعطينا هيلا طبعا. دونك خسروا ساكاري وبادوزا اونس رسميا الثانيه. اونس تحطم رقم صمد توا من عام 97 لانه اماندا كوتزيرا الجنوب افريقيه كانت ثالثه عالميا عمرها ما وصلت الثانيه. اونس اول لعبه افريقيه توصل للمرتبه الثانيه عالميا. برافو الاونس جابر تصنيف حقيقة مشرف وتعرف تفوق كل التوقعات معناها ماشية في كورب أسوندونت ما شاء الله. البلاصة الأولى توا محط أنظار أونس جابر أكيد. البلاصة الأولى مازال الفارق كبير شوية مع إيغا جفونتيك لكن عندنا ثقة فيهم نربحوا جران شلام نربحوا أكثر من جران شلام ويلزم إيغا جفونتيك توخر في النتائج. انزل يا جلنزة إن شاء الله نركزوا معها نعملها روبريك سد هاي. جيب معايا أخويا نضال السعدي ما شاء الله عليه والله سبونتكس هذايا كويس النضال يحط الكل تو نعملوا الروبريك هذه ما تخافوش. باهي البارح فما سيكونس دارت برشا في الحساب الرسمي للدو في تي ا هاو تو ميك سيرينا ويليامز سبيتشلس. كيفاش سيرينا ويليامز تسكت وما تقول حتى كلمه. نحبوا نسمعوا صوت شباب من ملعب يلا تين هذا انجبروا ايشانج مع سيرينا ويليامز. سيرينا هيك القدام تلعب قريبة للفيلي الشبكة. هاي 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 يا ذيري يبا هاي بشت هاي جملنا خياطة خياطة كنت خياطة. أدعو المستمعين اللي يسمعوا فينا مثلا في كرهبة متول في راديو يدخلوا للباج ويتفرجوا في الكوان كويس الجابر شوت من أونج جابر رفقة سيرينا ويليامز شيخة أونج جابر على الأخر سيرينا. وسيرينا كيف هي اللي اختارت أونج جابر اختارت باش تلعب معاها. الحقيقة إشعاع أونج جابر ممكن خلى سيرينا ويليامز أنها تختار سيرينا ويليامز صحاب برشا مع أونج جابر مع فينوس يقعدوا يسهروا معاها ويحكيوا لصاحبتها كله ويحكيوا له على الروب والدنيا. استراتيجية عجبتني متاع أونج جابر بما أنه إعلاميا مش تكسب برشا نقاط شرتو أنها شريكة سيرينا ويليامز في الدورة وتلعب في الدوبل دوبل لعب أخرى راهو بعيد على السامبل صحيح حتى أقل إيفور ممكن باش ما تبش تلقى روحها في فورما في دورة ويمبلدون إن شاء الله ابارتير من نهار 27 جوان وان شاء الله تتوج باللقب. اونج جابر اللي عملت كاردو فينال وتلعب مليح في الجازون هاكم تشوفوا في برلين فازت بالدوره الاسبوع الفارط. ثالث القاب اونج جابر بعد بيرمنغهام مدريد دوره برلين ان شاء الله لقب العواصم الكل احتلت بقدره ربي ان شاء الله في الاسابيع القادمه تكون من نصيبها جائزة
جائزة دورة البندونة المقدرة ب 2.3 مليون أورو. هذا بالنسبة للتنس. أما تبارك الله جلانزا على سيرينا ويليامز راهو 40 سنة في البرفورمانس هذيك تبارك الله. توكا ميم سي تحلت شوية اي ما جبت صغير وبعدت على التنس سيت ان شوا اختيار أنها تبعد. أما 40 سنة في البرفورمانس في معناتها في الوقفة والبرفورمانس هذيك بصراحة تبارك الله. هذيك باش تبدلك أنت الفكرة نتاعك على العمر حاجة. لا مش عمر بدن حاجة والونتخوتيا والدنيا بعيدة على مستواها وجهها سيرينا ويليامز ليجون. لكن بون قادرة ترجع صعيب شوية أنا ترجع المستوى اللي عرفت بيه. حجيرة المخلة تعمل حاجة كيفاش قلت تلعب حتى بحجيرة المخلة اي جستمو الخبرة تلعب دورها الخبرة بالإكسبرينس دور في الدم هي توا فما بالك كان جات فيه فورمة معنا. هذا بخصوص التنس. من التنس نمشي والكرة القدم نمشي للمونديال اختار المونديال القطري في نوفمبر القادم نوفمبر 2022 حتى ديسمبر 2022 في قطر. العلاقات المشبوهة خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية هذا يخبر دار برش على وسائل الاجتماعي ممنوعة خلال المونديال بالنسبة للاعبين بالنسبة للجماهير بالنسبة للوفود الحاضرة. غادي توصل عقوبة سجنية تصل لسبع سنوات والفيفا قالت أنه لن تكون استثناءات. يعني صرامة كبيرة من اللجنة المنظمة من الحكومة القطرية بخصوص الأمور هذه العلاقات المشبوهة اللي هي خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية. وكانت فما ضجة حول تصريحات المسؤولين القطريين بشأن العلاقات المثلية والمثليين اللي باش يجيو القطر. قالوا احترمونا احترموا تقاليد نحترموا ديننا احترموا قطر دونك هذايا غير مسموح به في قطر. نعرف انه في الكوب دو موندي ما في كاس العالم في التظاهرات الكبيره هي اكبر تظاهره كاس العالم امور تخرج على اطارها راهو فما ما تعرف المشروبات الكحوليه فما عباد تجي من العالم الكل دونك الامور لازم بشي يصير فهم هكا شوية خروج على الإطار وخروج على السيطرة. دونك القطريين حطوا الأمور في نصابها وقطر في إطارها قطر والبلاد كلها دي كاميرات شوفيونس يعني اللي يعمل حاجة راهو يلقى روحه مطلوب. حتى جماهير الكرة كلهم بومب متعرضوش وتتمشي الأمور مريكة يعني. هو بشي يجيو برش عبيد دونك سرسول أنجليز من شيرة ما عندكش من يتشدها خطر بشي يجيو برش عبيد القطر عدد مهول ملايين وملايين باش يتوافدوا على قطر. ومن شيء اخرى انه البلاد فيها سيكوريتي برشا وفيها الكاميرات سيرفيونس كل شيء سيرفي معناها اي نمالة تشاف ممكن في قطر. هذا ما فهمتش عليه القرار هذا خلق برشا معناتها انتيري الوركو هو معناتها نحترموا الدوله اللي مشي فيها الكوب دي موند هي الدوله هي فيها القوانين هذيا. نعرفش اكزامبل كان تتعمل كوب دي موند في السعوديه مثلا مو فالمشروبات مثلا الكحوليه ممنوعه في بلايس مي مثلا اكزامبل معناتها نورمالمون تحترم ممنوعه جمله في السعوديه مش في بلايس مي ولا ممنوعه جمله في السعوديه دونك تحترم قوانين البلاد نورمالمون بون بعد كوب دي موند تنجم تصير استثناءات في الكوب دي موند لان كنتي مفهميش كان قطريين ولا عرب في الكوب دي موند فما مفهميش كان مسلمين في الكوب دي موند فما الجنسيات الكل والديانات طبعا جنسيات مختلفه وديانات مختلفه هاكا هما قالوا لهم انتو بعد خارج علاقات خارج نطاق الزواج اطار الزواج فما جواريت مش معرسه مثلا كريستيانو رونالدو مش معرس بجورجين أيه. كيفاش تحصرها انت البيع خاطر وقالك اللاعبين والجماهير شو هو انا قلت لك انا ما تنجمش تحصرها الحكايه بالكدا خاطر ملايين لاعبين باش يتوافدوا على قطر. فما برشا استثناءات في كاس العالم هذا وكاس العالم مش يصير في الصيف اول مره باش يصير في الشتاء بين اخر خريف واول شتاء مدافع غادي كمان لا طقس عالمي نص يد وشورت وكريستيانو باش يتسبب راه ما هيزش جورجي سيب حيث الأمور والله خرجت حزازي تحكي على شدي العرفاوي الله عالم نحكيه على فريق حسسني يعرفهم خلي مشي يتسبب شكون قالك ما يعرفهمش اي لا يعرف كانوتي ديجا استعمل ستاجمة يلا نمشي لخبرنا نحكيه على فريق أوروبي يعاني في الفترة الأخيرة اللي هو إف سي برشلون ديون كبيرة لإف سي برشلون يقالوا أنه إف سي برشلون جنى أموال طائلة من عائدات البث في الفترة الأخيرة حذر قول أنت
استراتيجي لؤي باش يدخلوا فلوس. البرسا اخر خبر يخص اف سي برشلونه ساعات الفارت انه سيغادر الكامب نو، ملعب الكامب نو، الموسم 2023 2024 اي ليه وقتين عام برك اي عام برك، علاش؟ لفسح المجال امام الاشغال في الكامب نو، باش يلعب في الملعب الاولمبي في برشلونه. كنا الكوب الشهرين التالي والله الكوب بالضبط بالعروسات وبالتكويرات وكل ويبلبزوا في الحنن ظهر. احنا ديجا حكينا شهرين التالي راجح على حاله الكامب نو انه حاله رثة، شفنا حتى البلايس متاع في اي بي الكريسي مقشرين، فما عديد الاشغال لازمها ليه رادس موضوع اخر هذيك عديد الاشغال لازمها تقام في في ملعب الكامب نو باش يرجع للملعب الاشعاع. وخاطر كنت قارن انت مثلا بملاعب اوروبيه كيما اليانز ارينا في مونشن ولا الملاعب الانجليزيه ولا حتى ملاعب في فرنسا بارك دي برانس ولا ستاد دو فرانس، فرق كبير كبير برشا. وحتى سانتياغو برنابيو اللي خضع الاشغال في فتره كوفيد ولعب في فريق ريال مدريد في ملعب الفريدو دي ستيفانو. دونك سي برشلونه رسميا يغادر الكامب نو المده تاع في 2023 2024. واحنا نحكيوا على اسبانيا، نحكيوا على فريق اخر هو ريال فالادوليد. شكون يملكوا ريال فالادوليد؟ تعرفوش يعني عندكمش فكره شكون يملكوا فريق ريال فالادوليد اللي رجع للليغا؟ ايراني. ايراني؟ لا مش ايراني. لا يملك اسطوره كره القدم المهاجم رونالدو ديما اللي عنده فريق ريال فالادوليد. واخبر هبط في وسائل الاعلام الاسبانيه والعالميه مؤخرا انه يرغب في انتداب شكون؟ مارسيلو ظهير الايسر ريال مدريد الحر من كل ارتباط، وداني الفيس لاعب البارسا ظهير الايمن زاد الحر من كل ارتباط. لبسوهم ديجا صحيفة اس الاسبانية ذي افيش من صحيفة اس. دونك رونالدو يرغب في انتداب الثنائي هذا مارسيلو ودانيال الفيس اللي يلعبوا بعضهم برشا في في الليغا في المنتخب البرازيلي، يعرفوا بعضهم مليح ولعبوا مع بعض. شكرا لك جلانزا، يعطيك الصحه بارك الله فيك على الاخبار هذه الجميله والاسماء هذه نشوفوها. ماني قلت نقبيله تدوم الاسماء شوفين بلاي ستانك في الفيش تاع البلاي في موجودين ومحليهم مقصود بلاي تقولش عليهم بالحق موجودين عباره معاك في التنفيذ. والله العظيم كنشوف اللي باش تخرج معناتها في سبتمبر. لا 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 ما تقوليش ما تقوليش ما تقوليش غاليه وكل ما عنديش انا. يلا لحد 29 دقيقه بعد الفاصل الغنائي باش نمشيو نشوفوا صحه صغيرك باش نشوفوا كيف كيف احكي قنواتي اليوم كمسؤول من هو انت من بعد. يلا اهلا وسهلا مرحبا بكم لقيت هذا وقيت صحة صغيرك. صحة صغيرك صحة صغيرك بميد بونتيان او الموقع الطبي في تونس الوحيد اللي تلقى فيه اقرب بيبليك وتاخذ مع موعد على الانترنت. اليوم في صحة صغيرك باش نحكي وسمل عليكم على التسمم عند الاطفال. دونك يحضر معنا صديق الحقيقة اللي نفرحوا برشا 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 كيجي بحذانا الدكتور الاطفال عبد الرؤوف شبشوب. صباح النور. صباح الخير. كيف الحال؟ السلامة. تحية ليك والمستمعين. يعيشك يعيشك. احنا نفرحوا برشا 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 والمستمعين زيادة يفرحوا برشا كي تبدا متواجد بحذانا سيادتك، على خاطر انت تسهل لنا بالقدي 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 تفاصيل وتعطينا برشا نصائح بالنسبه لصحه صغيراتنا. دونك خلينا نعرفوا شنو معناها التسمم عند الاطفال، فيش لطف عليهم منيش يجيهم. التسمم احنا بالفرنسيه نسميها انتوكسيكاسيون. الانتوكسيكاسيون هي معناها من جمله الحوادث اللي تنجم يتعرض لها الطفل في السنوات الاولى من الحياه نتاعه. ونعرفوا الطفل يعني على الاول ما عندوش يعني تحديد المخاطر، ما يعرفش صحيح. ما يعرفش يعني شنو هو الخطر نتاع كل حاجه صحيح. وعنده كريوزيتي عنده يعني حب الاطلاع ولهذا يلقى حاجه يحطها في فمه كذلك. دونك خاصه في الاربع خمس سنوات الاولانيه الطفل معرض للحالات من التسمم. وهذه معناها يلزم الوالدين خاصه زاد في بعض الاحيان خاصه في الصيف أي. ثم شويه رولاشمو ويمشي صيف ويمشي كذا أي. دونك ثم قواعد نتاع اللي هي اساسيه اللي تحمي الصغير. ممكن ثم شويه يعني رولاشمو تهاون فيها تهاون فيها. الصغير النجم يتعرض للتسمم لعده لعده يعني مواد. النجم يكون تسمم عن طريق الدواء سواء الدواء نتاع صغار ولا حتى نتاع كبار أي. هذاك علاش ديما يلزمنا نبعدوا على الصغير الدويت بالضبط. ينجم يشرب حاجه
معناها مواد منزليه كما مثلا اشهر حاجه هي الجافيل والجافيل والا كذلك الديبوشور يجونا برشا حالات تاع ديبوشور ديبوشورك الحبيبات الصغار اللي يتصبوا في اللافابو باش يسرحوه وبرشا صغار يحسبوهم حلوى يحطوهم فيهم هذاك مواد حارقه خاطر مواد بازيك ثم معناها عده يعني مواد اخرى منزليه يستعملها الانسان سواء في التنظيف الى اخره ثم كذلك نجم يتعرض للتسمم بمواد بتروليه مثلا الغاز ولا ليسانس ولا وخاصه معناها وقت يبدا مثلا صغير يعني في يلقاها في المتناول معناها تقريبا بحذاه ثم كذلك بعض خاصه في المناطق الفلاحيه المواد اللي يستعملوها في الدويات نتاع الاشجار الاسمده والانسكتيسيد البيستيسيد الراتيسيد الدويات نتاع الفلفار ايتترا النجم الصغير يتعرض للانتوكسيكاسيون من نوع هذا ثم بعض مواد اخرى هي في اغلب الحالات تقع يعني الانجستيون ولا الواحد بحضور معناه تيموا الادولت في اغلب الحالات اوروزمون ولكن في بعض حالات صغير معناها يتعرض للاكسيدون هذا وما بحث احد دونك يجيو الوالدين يلقاوها مثلا في حاله غير طبيعيه كيما مثلا يلقاها في حاله اغماء ولا في حاله فشله ولا يرد بصفه غير طبيعيه الى اخره وقتها معناها التشخيص يبدا اصعب شويه والماكله زيد دكتور تنجم تعمل التسمم الغذائي هذاك ابار معناها يدخل في الالتهابات المعويه نتاع الطفل زيد موجود هذا في فصل الصيف دونك بالنسبه للتعرض للادويه صغير ما تعرف السيروات نتاع الصغار هم حلوين صحيح دونك برشا صغار يحبوا السيروات واشهر الادويه اللي هي تعرض لها الصغير هي مثلا الباراسيتامول اللي فيرالغون الى اخره تو ثم يعني بعض سمحني ان شاء الله مش اورجانس ثم بعض يعني تفضل دكتور دونك احنا نحكيوا على التسمم عند الاطفال وكان يذكر لنا دكتور اللي فما برشا مواد نجم تكون قريبه من الصغير واللي ما يلزمهاش تكون في متناول نتاع صغير نلقاوها قريبه بحذاك دونك اونيفيتي فضلكم يعيشكم فوالا كيما مثلا ليفيرالغون سيرو حلو دونك صغار يلقاها بجنبه يشربوا اذا كان نعرفوا ليفيرالغون هذا ينجم يكون توكسيك للكبده يعني اذا كان صغير خذا منه كميه كبيره نجم يعمل له مشاكل كبيره في الكبده وخطيره جدا ثم بعض السيروات اخرين زاد نجم يكونوا مخطرين ثم مثلا يجيوا ساعات بيبيات يشربوا البريكانيل اللي يستعملوا في الايزايروسول فهمتني يحسبوا فيزيول يشربوا هذاك زاد سان برودوي توكسيك برشا مواد يعني برشا مواد معرض شنو هي الدكتور سامحني العلامات والاعراض اللي تخلينا نقولوا نحن كاولياء وكيف ما قلت انت ساعات تصير الحكايه وما نفهموش وما نعرفوش العلامات هي اذا كان ادويه يعني مثلا نتاع كبار نتاع اعصاب الى اخره تلقى مثلا صغير يدوخ ويفشل ولا يجيه تقيؤ ولا يجيه يعني النفس نتاعو يضعف على الاخر ساعات ثم ادويه تعطي زاد تغير في الحدقه نتاع العين البؤبؤ هذا يوسع برشا ولا يضيق برشا ثم ادويه خاصه يستعملوها في المواد الفلاحيه وجيعه في البطن حراره قليل اما الاكثريه هي سواء نيرولوجيك ولا ريسبيراتوار ولا ديجستيف هذوما يعني الاعصاب يعني علامات عصبيه ولا علامات نتاع التنفس ولا علامات جهاز هضمي اذا كان معناها هذه بياسر ندعيو احنا بالنسبه للوقايه كونه الادويه ما تقعش على المتكي مقاومه الاطفال لازم في خزانه محطوطين الفوق واذا كان عندنا كبار ياخذوا في ادويه ما تحطهمش على التابل الدنيويه ولا تحطهم نيمبورتو لازم تحطهم في بلاصه معناها بعيد على المتناول الاطفال وتو ثم حتى في الشركات نتاع الادويه عملت دي سيستيم دو سيكوريتي كل فلاكون مثلا ثم دي فلاكون تلقاهم ما تنجم تحل الا ما تنزل عليه والدواء فهمتني والا زاد الدويات كانوا خاصه الدويات نتاع الاعصاب كانوا في حكه مع بعضهم ولاو في حاجه بلاستيفيه دونك يصعب على صغير باش ينحيها ورغم هذاك ينجم اذا كان جاو الانسان معناه يلقى صغير في حاله غير طبيعيه يشوف تمشي بحذاه دواء تمشي بحذاه حاجه فهمتني ينجم يكون يشرب الدواء وطيش ولا كذا ويهزوا بيان سور للارجونس وثم لمحاله السامي
نجم لاسيلو ترونسبور، وعندنا زاد ان سونتر دو توكسيكولوجي ما انتي بوازون موجود في مونفلري، نجم الاطباء نستشيروه في بعض الاحيان. بالنسبة للمواد الأخرى اللي هي مواد المنزلية جافيل وغيره، تلقى صغير مثلا فمه شايط، فمه محروق شوية، رزمو جافيل تو اللي قاعد يتباع ماهوش كونسنتري مش كيقبل. قبل كان جافيل 30% تو 12% ما يعطيش مشاكل كبيرة، أما قبل كانت تشوف فمه معناه محروق، ولا يجيبو شير تلقى عنده حاجة فمه يزم تحيال وتلقى فمه محروق وتلقاه يبكي، تهز وقتها للمستشفى ولا الارجونس. ثم حوايج ما يلزمناش نعملوها، لازم نركزوا عليها. اولا ثم حاجه شائعه كونه الصغير اذا كان كل حاجه تعطيه الحليب، اي هذه بالحق أي. والا ترددوا هذا مزو حوايج اي في تي كومبليتوم. علاش؟ خطر اذا كان الصغير خذا دواء اي وتعطيه الحليب، الحليب ماشي يعمل يحل هكا الدواء هذاك ويعمل ان اوغمونتاسيون دو لابسوربسيون، معناها البدن يولي يجيد امتصاص في للمواد هذيك اللي موجوده. اي هذه بالنسبه للادويه. اذا كان رد وحده خليه يرد، مزاد ما نحاولوش ردوه، ديريكت نهزوه للمستشفى ولا الاستعجالي باش نعملوا له لافاج غاستريك، غسيل المعده. هذا لازم يتعمل في الساعه الاولى ماذا بينا باش بور افوار دي شانس باش نحيوا الماكسيموم دو ميديكامون. وبعد ثم ادويه اخرى نعطيوها كيما مثلا الشربون اكتيفي الفحم المنشط، هذه يعمل امتصاص نتاع الدواء باش ما يخليش يتعدى في البدن. بالنسبه للمواد الحارقه هذه اللي برودوي كوستيك كيما جافيل وكيما ديبوشي واحد يفوسير تبقى فير فومير، ما يلزمش تحاول تردد صغير ما تعطي حتى شيء. علاش؟ خاطر هي المواد هذه تعمل تلف خاصه في اللوزوفاج في البلعوم هذايا، اذا كان تعاود ترد مش يعاود يتعدى مره اخرى في اللوزوفاج، دونك تولي دوبل بريلور، فهمتني؟ دونك نسرعوا به للواحد ونشوفوا احنا الاطباء عنده شي علامات خارجيه نتاع حرقان واحد، وممكن نعملوا ساعات فيبروسكوبي، وثم ادويه نعطيوها باش نجنبوا بعد لي كومبليكاسيون انتيريور اللي هما خاصه ساعه ساعه البلعوم هذه واللي يضيق وتولي مشاكل اخرى معناها ريسبيراسيون دنياي. فوالا بالنسبة للأدوية الأخرين اللي تحدثنا عليها، مثلا الأدوية تاع المواد الفلاحية وكل شيء، سوفون ثم دي زونتيدوت. حتى بالنسبة للأدوية ثم ساعات نعطيه احنا يعني مضاد كمثلا الفاليوم عنده لونتيدوت نتاعه، كمثلا الباراتيون يستعملوا هذا في الفلاحة ثم لونتيدوت نتاعه، اما يلزمنا بروف شنو اللي خذاه الزغير، شنو اللي خذاه بالضبط. ولهذا اذا كان معناها الانسان مش يهز صغير ويزم يهز بعده معاه الدبوزه اللي خذاها الصغير، مواد سامه وكذا، باش احنا نعرفوا شنو نوع الدواء هذاك، باش نعرفوا شنو لونتيدوت، شنو اللي لازم نعطيوه. خاطر كان يجينا هكاك من غير حتى هنديس يلزمنا نعملوا تحاليل، نجبدوا له من المعدن، نبعثوا له سونتر دوك، معناها ثم بيرد دو تون، فهمتني؟ احنا بور اكسيليري يلزم نفهموا شنو خذا صغير بالضبط. اذا كان ثم دبوزه بحذاه، ثم باك وبحذاه جيبوا باش نشوفوا اذا كان هو نفسه اللي خذا الدواء، وقتها نعرفوا ايميديتمون لونتيدوت ونعطيه له الصغير هكاك هكاك يمنع. دونك الولي اوتوماتيكمون يهز صغيره وما يعمل حتى شيء، يهز صغير وتري رابيد وكهو تري رابيد ما ويهز معاه الحاجه اللي يشكك فيها والا اللي لقاها بحذا الصغير. دونك فماش وقايه، راهم الحكايه هذه الوقايه هي هذه من بعد المواد فوالا. خاصه ثم حاجه اللي يعملوها التونس برشا لازم يكون متحضر كامل. مثلا يصبوا جافيل في دبوزه صافيه اي فوالا، دبوزه ماء ولا ليسونس يحطوا في دبوزه ماء اي ولا يحط لك ساعات مواد زاده في الفريجيدي ولا حتى في الفريجيدي. قال شنو باش ما تضيعش، يجي يعطش خاصه في الصيف، علاش في الصيف يعطش يشرب هذاك يولي معناها تصير المشاكل هذه. دونك الادويه المواد المنزليه هذه نحطوها ديما في رف الفوق بعيد على الصغار، وعمرنا ما نبدلوا من اللومبلاج، عمرنا نبدل. اذا كان جافيل يقعد في الاصفر فوالا في البيض نتاعو، اذا كان ديبوشور يقعد، عمرنا ما نبدلوا من لومبلاج لومبلاج جامي. دونك هذايا ومن بعد وكيل الادويه ومن بعد المواد على الصغير معناها باش ما يتعرضش للحوادث هذه. فوالا. واذا كان لا يقدر، معناها نصيحه كون كل انسان لازم يعرف معناها الاسعافات الاوليه نجم يعملها لصغيره، مثلا صغير ولقاه شرب الدواء نتاع كبار وعمل ريسبيراتوار،
فهمتني؟ ينجم يعمل له مثلا شويه مساج شويه بوشابوش معناها ريسبيراسيون باش يرجع النفس هذاك وديريكتومون بيان سور يعيط للسامي باش يعني يقوم بالاسعافات الاوليه. ما شفت معناها ساعات حاجه بسيطه ما عندها حتى معنى كيما قلت تتبدل من دبو الجافيل بدبو الصافي شو نجم تهز اللطف عليكم صغيراتكم. دونك بربي بربي ننتبهوا برشا 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 للحاجات هذوما والمواد هذه ما لازمش تكون قريبه من الصغار. ومهما تقول راه ولدي يلعب وكله لا ويفهم ودرا شنو ما تعرفش عليه وقت اللي هو يبدا يلعب يبدا سارح ما تعرفش شنو اللي نجم يعمل. دونك الادويه والمواد هذه نتاع التنظيف ولا نتاع المواد الاسمده يلزمها يكونوا تكون بعيده على صغيرات. شكرا لك دكتور عبد الرؤوف شبشو بارك الله فيك على المعلومات هذيك كلها بارك الله فيك كيف كيف على النصائح. نحن باش نمشيو فاصل ونرجع نشوفوا القنواتي شنو باش يحكي لنا اليوم كمسؤول. يلا احلى راديو هي في محل راديو 51 دقيقة الدقائق الأخيرة باش نوفاوها مع المسؤول سي القنواتي. تفضل سيدي. أهلا وسهلا. أحكي يا قنواتي. مسؤول على الحياة الجامعية. نعم. هي الحكاية كل باش نلخصها في كلمتين يا مدام وجيه. الحياة الجامعية إيش معناتها؟ اي خاطر فما طلبة ماشي في بالهم حياة جامعية معناتها حياته كاملة باش يعديها في الفاك. اي هما 3 سنين السيد في باله 30 سنة وياخذ ريتريت من الفاك. ساعات تلقاها دوزيام ولا تروازيام الدكتور اللي قري فيه يقول له شنيا عاد بيناتنا 10 راهو نقدر فيك الشيب اللي في شعرك. تو صحيح احنا عندنا أبدية التعليم معناتها هكا تقرا قد ما تحب مش معناتها عاد يبعثوك داركم بعد صراع مع اليوتيود والفقر والباك والفرحة والغسرة جي سياتك الفاكت واللي تلوج على فونت كوميرس من البيفات ولا في بالك شهادة الباك باش تردك بيل جيتس سيادتك راقد وثروتك قاعدة تزيد راه مش نورمال. نعرف شكون يدخل الفوايي يرقد 24 ساعة وساعات أكثر تقول دخل في سوبات شتوي هاي ويقوم بعد 3 أيام يتعدل البوسطة باش يخلص على الريكور اللي عامله بتوعه. ها بابا أبعث لي مصروفي بابا بوه ولا بوها قل له قاعد تقرأ ولدي قل له وي 24 على 24. أنا تو ماشي البارك للفاك عن جمعية كاسحة جمعة معناها كاسحة ولذا أول قرار خذيناه ما عادش باش نقوله حياة جامعية هي مجرد سنوات جامعية. وقتاش نقولوا حياة جامعية؟ وقت الطالب يعيشها بالرسمي معناتها يعيش حياة الجامعة الاكزامانات والديسيات وكور ومطبوعات مش يعمل كل شيء والقراية في الجامعة تولي هواية يمشي لها في أوقات الفراغ. ثانيا باش تولي المسألة فيها قانون كيما الخدمة الوطنية عام جامعة كيما عام جيش من الاثنين للجمعة تقرأ سبت وحد أعملش تحب مش تعملش تحب يزم نشاط ثقافي ورياضي بطبيعة مش باش ترقد وتجي تقولي عملت أكبر شخرة عملت أكبر كملت سمفونية بيتهوفن اللي ماتوا خلاها ناقصة ولا حلمت أكبر حلمة وسجلولي في جينيز. طالب ماخذ باك وعندك شوية وعي وقريت شوية فلسفة وعلوم إنسانية تعرف من مسرحة مثلا كان الدروج متاعه كيف كيف السياسيين يعرفوه كان في المظاهرات. طالب يعدي 5 سنين في العاصمة ما عمره ما دخل المسرحية ولا فيلم ويرجع لقريته ما شاف من الدنيا كان اللي شافه مولدي البناي من بعد يقرأ ويعمل صغار والدولة تعمله دار ثقافة يتعدى قدامها ولده يقول له بابا شفما لهنا يقول له متعش تيح وتمثيل بابا نحب نمثل يتصدم عاد وقتها يضرب راسه ويقول ها وجيل في سد برا تفرج في الماتش يعيش ولدي. الحياة الجامعية لازمها تولي حياة مهد بها للمستقبل وحتى كان ما نجحتش في قرايتك تنجح انك تكون انسان متوازن ايش بيه تقرا طب ونهار لحد تشتح تقرا هندسة ونهار لحد تعزف وتعرف ايش معناتها مفتاح السول مش في مخك مفتاح معناتها عقار عقار وابارتمون وكاو. وشنيه المشكل لو كان تدخل مدينة الثقافة ولا ماكش متوذي سيد تدخل تلقى راك باش تدخل تلقى الشاد اللي عارفاه
ماهوش باش باش تلقى صلاة جنازة، ولو أنه قريب نوصلوا نعملوا صلاة جنازة على ثقافة في البلاد. تقرأ كتاب زادة، قصيدة، ترسم لوحة، مش تعرف من الفن كان ياه كمان ولد الفان واللمتي وطايزن بيبي جي زادوا خمسة على اللي نعرفوه وطايزن بيبي جي طايزن بيبي جي هكا تولي زادة كيف كيف ها باش يقول فم هاي. السلام عليك. السلام عليك. شكرا لك قنواتي، ولو انا نعرف دي زيتيديون محليهم لا نحكيو على مش محلي يعملوا لا يعملوا ميدسين وعندهم جمعيه وخدمت معهم مسرح مستير ما نخدموا معهم كل يوم رجال المسرح الجامعي في برشا تظاهرات في برشا مسرحيات محليها وخدمت معهم فريمون مانيفيك. وانت توا نورمالمون عندك مهرجان اي فوالا هذاك علاش انا يلزم الطلبة يرجعوا يعيشوا الحياة الجامعية بالرسمي. معناتها يا ريت تتذكر راهو كانت الحياة الجامعية بالنسبة لنا احنا راهو حاجة معناها تعيش فيها كل شيء تجرب فيها كل شيء ومش كان تقرا وكهو ليزاكتيفيتي كولتيغيل سبورتيف كانوا موجودين مهمين على الاخر وكل التنافسية اللي كانت التنافسية اي فما منافسة معناها كانت كبيرة ياسر حتى في مركز حسين بوزيد زين مثلا نروح عداو على شعراء وكتاب وممثلين وكذا فهمت دونك هذيك يلزموا يرجع توا فهمت والفكر الهاوي لما توريزم عليها عاون برشا 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 المسرح ياسر ياسر بالحق فهمت. تحس روحك ديما هكا فما حاجة فما شارج قاعدة تهز فيك حتى كان انت بروفيسيونيل من داخلك الهاوية هذيك محلية يغيظني توا طالب مثلا يجي من منطقة داخلية ويجي للعاصمة وين فما معناتها على الأقل فما الإمكانيات ما هو غادي يا أخي فما أكثر فما أكثر إمكانيات فما فرجة فما كذا ويمر مرور الكرام معناتها فهمت دونك من بعد كي باش يعمل عائلة باش يعمل صغار باش يعمل كذا كيفاش باش يعدي لهم شنو باش يعدي لهم فهمت هذا اللي وما تحسش مش قاعدة تخدم مليه عند معناتها الباساج من يكون واحد في الليسي وباش يتعدى للجامعة مانيش قاعدين نركحوا فيها ياسر الحكاية ومانيش عاطينها قيمة وأهمية. أنا مثلا نتفرج في برشا سيريات وبرشا فيلم معناتها كيفاش لي جون يتعداو للجامعة معناتها جو كبير معناتها باش يعملوا حياة جديدة ديكوفيرت جديدة حتى المكثرية باش يبعدوا على ديارهم كي مثلا السيري في أمريكا فيهم برشا 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 معناتها يحكيوا على الحياة الجامعية والجو اللي فيها وشنو ينجموا يعملوا لي باركور دونك تنفح العابد قبل ما يخلع. شكرا ليك يعطيك ألف صحة القنواتي. شكرا ليك كيف كيف راجح يوسف عندك ديديكاس لياسمين الوادري كل عام وهي حي بخير من بوها توفيق وأمها سميرة وخالتها زميلتنا لهنا كريم كل عام وانت حية بألف ألف خير وكل عام والمولود النهار هذا نقولوا له جويز انيفرسير وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وان شاء الله ربي يعطيك برشا فرحه وبهجه. يلا يا سيدك وصلنا الى نهايه البرنامج ل 57 دقيقه. حاجه واحده ما نجمش انا منو فاش باه هي ريزولتا نتاع السونداج اللي اسالناكم فيها التونسي وين يفضل يصيف في النزل والا في دار خلاعه وفما ميزون دوت زيد هذه حاجه ثالثه يلزمنا زيد نقراو لها حسابها خاطر سان كونسيبت اخر بعيد عن النزل وبعيد على دار الخلاعه. دونك 42% من التوانسه قالوا الوتله اي انا منهم حقيقه طارب لا نحمد سقايا على روحي الراحه والاستجمام الراحه والاستجمام وتقول واحد يقد لي فرشي لا 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 معون وسخن وذكر جاي مخر من البحر سخن له الاخر ما كلش الفلفل اللي حط له درشناوة قرع بتزينة تجيب لي فيه ساسوها سبحان الله يطلعوا لك أقرباء ما تعرفهمش بدلاع يجيك بدلاع عادي شهرين ونص كما قنواتي يمشي لنسيب ودلاع لحتى الجربة راو معناها تيزي اي باش نعملها اي 58% قالوا دار خلاعة هذوما لي جون محليهم هذوما الناس الجينيرو اللي يحبوا يستقبلوا يحبوا يطيبوا يحبوا يعاونوا ناس ربي فضلك معيتوا لي انا نجي نجيب دار خلاعة نظيفة نجي راهو ليه ما قلقني نجي فليشتي حاضرة دايور نجم نجي نظيفة. شكرا لكم ابنائي ميرسي يوسف لؤي راجح الجار العزيز ناجي القنواتي كيف كيف امين جلانزا ميرسي بوكو على الاخبار الرياضية شكر كبير امين ابو غنجة في الاعداد نور بولابيار في الاخرى إيمان مالكي وائل السويح في إيفام تي في شكرا الموعد ميرسي بوكو لوفا كيف كيف على أخبار الطقس خليكم معها ونقولكم إن شاء الله نتقابلوا غدا في حلقة جديدة شيء طيبة برشا بسيطة
من 9:30 لنص النهار تبع المدام وشوف اللي صار مع وجيه الجندوبي على EFM أحلى راديو.